بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع هذه الحلقة سوف يكون أيها الأحبة الكرام عن أمراض القلب والعروق. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياك الله شيخنا العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدعو لكم إن شاء الله بالصحة والعافية في جميع أوقاتكم إن شاء الله. بارك الله بكم سماحة الشيخ، حياكم الله مرة ثانية. طبعا كما تعودنا سماحة الشيخ نسأل السؤال الأول، ما هي علل أمراض القلب بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ عندما نأتي إلى هذه العلل، يعني العلل في قضية ضعف القلب وأمراض القلب، هناك علل تنقسم إلى علل محرمة، يعني أكو الإنسان ممكن بعض المحرمات يرتكبها وتسبب ضعف في قلبه، أو بعض المكروهات التي وردت عن لسان أهل البيت سلام الله عليهم يرتكبها الإنسان ويبتلي في قضية أمراض القلب. الآن بالنسبة إلى الأمور المحرمة التي هي علل لأمراض القلب، قضية أكل الميتة، أكل الميتة بحمد الله كل الناس مسلمين ويعرفون هذه الأحكام أن أكل الميتة هو حرام، لكن في بعض الأحيان الإنسان يأكل الميتة وليس هو ملتفت، مثلا هو يذهب إلى الصيد. صحيح أن الإنسان إذا يضرب مثلا بالبندقية الصيدة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويوصل على الذبيحة مثلا الصيدة وبعدها رمق من الحياة عندها كن يذبحها، نعم، لكن إذا ما وصل إليها ورآها هي ميتة فلا إشكال بأكلها. لكن في بعض الأحيان نشوف أنه يوصل على الذبيحة الصيدة وشوفها عندها رمق من الحياة، لكن لا، يقول بعد أنا ضربتها ببندقية وقلت بسم الله، لكن أنت إلها بعدها حياة وتموت على هالحالة يصير ميتة والإنسان نعم. يأكله وما يعرف، يجب الذبح، يجب الذبح. يشوف بعض الشباب عنده بندقية ويقوم يصيد بعض العصافير، نعم، يقول لك هذا عصفور صغير، فإذا أنا أقوم أقطع الرأس بدل أن أذبح الرأس، وهذا هم يأكل أكل ميتة وهو لا يعلم ويبتلي به بتهديم البدن، لأنه يضعك للميتة يضعف البدن، من جملة البدن أعضاء البدن قضية قلب الإنسان بصورة عمومة يضعف البدن. شرب الدم أو أكل الدم هذا هم هو من حيث أنه يهدم البدن كذلك يهدم قلب الإنسان عموما، يعني يضعف مناعة الإنسان ويبتلي بأمراض من جملتها القلب. ما أعرف شرب الخمر، وهي التقارير أخذها، يعني إذا أنت ترجع إلى تقارير حتى في طب الحديث التقارير إلى ما شاء الله في قضية أن الخمر كيف مضرته على الجسم، وهذا ليس خافي على أي إنسان على وجه الأرض في قضية أن للخمر مضرات ومضرات ومضرات. بعد من جملة الأمور اللي كثير من الشباب قد ابتلى بها قضية الغناء، استماع إلى الغناء، وهذا الغناء يحطم أعصاب الإنسان، يعني من حيث الصحة على جسم الإنسان يضعف مناعة البدن، وبالطبيعة الحال كما يضعف مناعة البدن من جملة المضرات تجي تنزل على يمن على قلب الإنسان. نستجير بالله بعض الأمور، الزنا، يعني الروابط الغير شرعية، أنه يخلق لرابطة غير شرعية مع بعض النساء، وهذه لها توابع، توابع وأمراض بالكثرة للإنسان. ولهذا هذه أمور التي استنتجنا من حيث المجموع أنها تضر بقلب الإنسان. وكثير من المأكولات المحرمة إما مباشرة أو غير مباشرة، يعني إذا الإنسان يأكل أكل حرام قطعا له مضرة على جسم الإنسان. من جملة الأمور اللي هذا جدا نافع ممكن كل واحد مبتلي به قضية الحسد. الحسد من جملة الأمور المحرمة وهو يضر بقلب الإنسان. لا تتصور أن البيت إذا قالوا قلب إنما يقصدون قلب، يعني الروح،
وإن كان هي مضرة بالروح كذلك مضرة بهذا القلب، القلب الذي هو القلب الصنوبري، هذا هم كذلك يضر به. تقول كيف؟ أقول لك، الرواية تقول في جاء في مستدرك الوسائل عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيظا، يوهن قلبك وبعد ويمرض جسمك. أعوذ بالله. الحسد يمرض جسم الإنسان، وشر ما استشعر قلب المرء الحسد، شر ما استشعر قلب الإنسان الحسد، لأن هذا اللي دائما له حالة من الحماس، وكيف أن الله رزق فلان نعمة فبيبدأ يفكر يسهر الليل، خب هذا يجي ضغط على قلب الإنسان، لأن في حالات شوف حالات التفكر وحالات الكآبة والحزن وحالات التحمس، هذا قلب الإنسان دقاته تبدأ تختلف من حالة إلى حالة، وهذا يضر بقلب الإنسان. ولهذا وجاء في خبر آخر مستدرك الوسائل عن أمير المؤمنين: الحسد ينشئ الكمد. الكمد شنو؟ الكمد وجع القلب. يعني بالصراحة الرواية قاعدة تقول إذا الإنسان عنده حسد، كما أن الحسد يأكل الأعمال كما تأكل النار الحطب. شلون ما تأكل النار الحطب؟ الحسد يأكل أعمال الإنسان، وزيادة على أكل عمل الإنسان يوم القيامة يراه صفر اليدين، فترى أنه يتمرض في دار الدنيا قبل أن ينال من عذاب الآخرة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: صحة الجسد في قلة الحسد. ما دام الإنسان الحسد، يعني لهذا احنا نعمم قضية الحسد، نقول كثير من الأمراض ترجع إلى قضية الحسد. نعم. الحسد تضعف مناعة الإنسان، الحسد اللي ما يحب الخير للآخرين، الحسود الذي قد انقطع عن رحمة الله، انقطع عن قدرة الله، انقطع عن عطاء الله، هو هذا الإنسان بالأخص أن هكذا إنسان مناعة جسمه تكون ضعيفة، لأن ابتعد عن كل ما الإنسان المخلوق إذا ابتعد عن الله تكاثرت عليه الأمراض. ومن جملة الأمور التي تبعد الإنسان عن الله تبارك وتعالى هي قضية الحسد. وأما بالنسبة للمكروهات، هذه كانت من الأمور المحرمة هي الضارة بالقلب. نعم. فدير بالك من قضية الحسد، ودير بالك من المأكولات المحرمة والأمور اللي ذكرناها، لكن أكثر الحسد، ممكن الإنسان يبتلي أكثر في قضية الحسد، دير بالك على قضية الحسد لأنه يضر في سلامة الجسم. أما المكروهات، كثرة الأكل والشرب إذا تكاثر على القلب فإنه يضعفه. نعم. يعني إذا الإنسان يبدأ بكثرة الطعام، من جملة الأمور التي تسبب الأمراض على الإنسان أن الإنسان يأكل على الشبع، هو شبعان بعد ما هو جائع فأكل. ذكرناها في الإسراف في الحلقات. نعم. ذكرناها في قضية. نعم. وقلنا أن إنتاجاته إنتاج ضعف القلب. صحيح. من جملة، لأن نسبة الدسومة تصعد في الدم، فتحرك الدم يكون بطيئا في العروق، والقلب يضغط على نفسه حتى يدفع الدم إلى سائر نقاط البدن، وهذا يضغط على القلب الإنسان. فإذا من حيث لا نشعر أننا بكثرة الأكل نضر قلبنا. فإذا بعد من جملة الأمور اللي الرواية صرح فيها عدم وصول الأكسجين والغذاء إلى القلب. بالروايات ما يعبرون عليه بالأكسجين، يعبرون عليه بالروايات بالروح. الروح هاي اللي يقولون الروح المادي والروح المعنوي، الروح المادي إشارة إلى الأكسجين والغذاء الذي موجود في بدن الإنسان. ولذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لأصف لك الآن يا مفضل، ويخطاب إلى المفضل، الفؤاد اعلم أنه فيه ثقبا، يقعد يشرح لك قضية شنو هو قضية القلب، اعلم أن فيه ثقبا موجهة نحو الثقب التي في الرية، يعني أكو رابطة بين رية الإنسان وبين قلب الإنسان التي في الرية، تروح عن الفؤاد حتى لو اختلفت تلك الثقب، اختلفت إشارة ممكن انسداد يقع في هذا الطريق، الرابطة بين الأكسجين الذي يأتي من الرية والرابطة بين القلب، خوش تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض، يعني صار فرق فاصل، الفاصل بيش يقع بانسداد. نعم. توجد بعضها عن بعض، لما وصل الروح إلى الفؤاد. الروح يعني شنو؟ يعني الغذاء، يعني الأكسجين ما يصل إلى الفؤاد. الفؤاد هناك كما فرق سماحة آية الله شيخ عباس تبريزيان في كتابه، فرق عن الفؤاد وعن القلب، قال الفؤاد تلك عضلات القلب،
يقولوا لها الروايات يقولوا لها عضلات القلب التي تستعين على مضخة القلب، هذا يسمى بالفؤاد. مرة الروايات تقول فؤاد يعني كناية عن العضلات، ومرة خطاب إلى القلب يعني كناية عن نفس القلب. فإذا هنا يقول لما وصل إلى الفؤاد، نعم خوب إلى ما وصل إلى الفؤاد ولهلك الإنسان، يعني هناك يقع انسداد فيمنع وصول العضلات. بيش تعمل؟ العضلات تحتاج إلى غذاء وتحتاج إلى أكسجين. إذا هذا الروح اللي الروايات تعبر عليه بالروح إذا لم يصل إلى الفؤاد فالقلب يتعطل والقلب ينصدم بصدمة ممكن يسبب السكتة القلبية. هناك أعمال كذلك تضعف القلب، منها من المكروهات الامتشاط من القيام. نعم. يعني الإنسان يوقف مقابل المرآة ويمتشط وهو قائم، لابد أن يجلس ويمتشط. ولذا ورد جاء في الوسائل عن الإمام الكاظم عليه السلام لا تمتشط من قيام فإنه يورث الضعف في القلب. ممكن واحد يقول أنا ليش قلبي ضعيف؟ أقول له لا تمتشط وانت واقف. أقول له شنو ربط الحلم؟ الحديث ما يقول هذا، احنا ما علينا بعلم الحديث، احنا علينا بكلام الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم هو أبو العلم، قاعد يقول لا تمتشط من قيام فإنه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنه يقوي القلب ويمخ الجلد، يعني الجلد هم تكون قوية، ما شاء الله. الجلد اللي تمتشط عليها تكون قوية. نعم. الشعر ما يحت عندك. فإذا من عوامل ضعف القلب حينما الإنسان يقف ويمتشط، فإذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يؤكدون على الجلوس حين الامتشاط. هناك أمراض القلب في روايات أهل البيت اللي تذكرها روايات بالنص، يعني احنا من جملة نقول أمراض القلب كثيرة لكن روايات أهل البيت تأكد على مرضين في القلب. أولا ضعف القلب بصورة عامة، ضعف جميع أعضاء القلب بصورة عامة، وبعد والخفقان. الخفقان يعني دقات القلب تزداد عند الإنسان. نعم. وحس الإنسان حالة من الضيق، هذا في حالة الخفقان عنده. ولذا علاج ضعف القلب شنو هو في رواية أهل البيت؟ السفرجل. السفرجل وما أدراك ما السفرجل، ذكرت في الرواية لنا منافعه 28 منفعة توجد للسفرجل بالخصوص في روايات أهل البيت. 28 منفعة موجودة في روايات أهل البيت للسفرجل، وأكثر منفعة السفرجل للقلب. ما شاء الله. يعني هو عنده منافع كثيرة لكن أكثر المنافع للسفرجل ترجع إلى قضية القلب. روى البرقي عن أمير المؤمنين عليه السلام أكل السفرجل قوة القلب. ما شاء الله. القلب الضعيف قوة القلب الضعيف، ويطيب المعدة ويذكي الفؤاد ويشجع الجبان. يعني هذه كلها منافع السفرجل، وكثير من المنافع موجودة في قضية السفرجل في روايات أهل البيت عليهم السلام. بارك الله فيكم، أحسنتم سماع الشيخ، طيب الله أنفاسكم. الله بثلاث دقائق قبل الفاصل سماع الشيخ، السفرجل طبعا هو موجود في الأسواق حاليا. نعم. هل هناك طريقة لاستخدام أكل السفرجل يعني مختلفة عن الأكل الطبيعي العادي؟ نعم. أولاً أكل السفرجل يكون على الريق. نعم. يعني إذا أردت أن تأكل السفرجل، التأكيد في رواية أهل البيت أن الإنسان يأكل السفرجل على الريق، هاي أولاً. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل السفرجل على الريق. نعم. يعني يأكد منفعة السفرجل أكثر تجي عند الإنسان عندما يأكل هذه الفاكهة، يأكلها عند الصباح يعني على الريق. بعد ثانيا المداومة على أكله، يعني ممكن واحد يوم واحد يأكل يقول شو ما صار شيء، لا نقول أن المداومة يديم أكل السفرجل حتى المنافع تكون أكثر لجسم الإنسان، حتى الجسم يقدر يستفاد أكثر من منافع السفرجل. ثالثا أفضل أنواع السفرجل هو الحلو، مو ذاك الحموضة بكذا طعمه متغير، لا الحلو وما كان له رائحة طيبة. أحسنتم سماع الشيخ، بارك الله بكم. نطلع فاصل إن شاء الله، وأكو شيء بعد الفاصل إن شاء الله نكمله. بارك الله بكم، الله يحفظكم إن شاء الله. أحبائي المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله.
حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحفظك وإيدك إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. نبقى بموضوعنا سماحة الشيخ وهو أمراض القلب والعروق، وذكرت بعض الأشياء قبل الفاصل أيضا تحبون عندكم إضافة بالنسبة إلى السفرجل. نعم. ليش أنا أكد على السفرجل؟ باعتبار أنه جدا نافع للقلب. نعم. ولهذا أؤكد حيث أن الروايات تؤكد على أكل السفرجل. قلنا أن كيف نستخدمه؟ يكون على الريق السفرجل. كيف نستخدمه؟ يكون على الريق، المداومة في أكل السفرجل. الأفضل السفرجل الحلو، مو هذا اللي عنده مرورة أو عنده نوع من الحموضة، هذا ليس نافع. ورابعا يفضل أكل السفرجل مع حبه مع الحب. نعم. وإن كان في الحب منافع للسعال، يعني هذا اللي عنده سعلة، بالأخص السعلة الجافة ما بها رطوبة تأذي الإنسان، ما تجرح صدر الإنسان، الأفضل يجيب له هذا الحب السفرجل وينقعه شوية، طق له فرد طبخة قليلة وثم هو والحب شربة. نعم. جدا نافع للسعال. الآن أهل البيت يؤكدون يفضل أكل السفرجل مع حبه لأجل تقوية البدن وإصلاح المعدة. إن في الحبة، حتى إحنا عندنا مثلا في حب التفاح كذلك أنه يدفع السرطان، كذلك هذا هم يوجد قريب إلى التفاح، هذا ليس ببعيد أنه دافع للسرطان. الآن تجي إلى خامسة، إذا كان أحد قد ابتلى بضعف المعدة ممكن هذا السفرجة شوية بنوع من الصعوبة على هضمه، يعني المعدة التي تكون ضعيفة لا تستطيع أن تهضم السفرجل. فماذا ننصح المشاهد الكريم اللي عنده ضعف بمعدته وما يقدر يأكل السفرجل هكذا؟ نقول له يطبخ السفر، يطبخه ويزيد عليه شيء من العسل حتى يصير مربى ويأكله ويستخدمه صباحا، وجدا نافعة. بالأخص إذا تريد تسوي المربى كون تصير ويا العسل مو هذا السكر، حتى منفعة السفرجل الباقية وكذلك منفعة العسل تزيد منفعة على منفعة السفرجل. غير السفرجل اللي ذكرناه توجد قضية الكمثرى. نعم. الكمثرى الذي هو من الفواكه المعروفة، ما أعرف شو يقولوا لها. نعم. بحسب روايات أهل البيت هي ما تسمى بالكمثرى، القرموط. نعم العرموط، لديها أسماء شعبية. أي نعم. الأسماء الشعبية العرموط، لكن بحسب روايات أهل البيت هو معروف، يعني بعض الأمكنة هو معروف الناس يسميه بالكمثرى. الآن نحن عندما نأتي إلى الكمثرى أنه يجلو القلب، يعني هو الجلاء هو الراحة، أي يريح القلب. لذا عن أمير المؤمنين عليه السلام كلوا الكمثرى فإنه يجلي القلب، يعني يريح القلب. ولهذا إحنا عندما نأتي إلى منافع الكمثرى في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نشوف أنه له منافع كثيرة. لا بس أن أذكر بعض المنافع بالنسبة إلى قضية الكمثرى، وإن كان هناك في قضية قبل لا أذكر في قضية الروايات، هذا المعروف حتى في علم الحديث، هذه الفوائد أنه دافع لحصاة مجاري الإدرار. نعم. هذا الكمثرى ضد الحمى، رافع للإحتراق في المجاري البولية، رافع لسموم البدن، منقي للمعدة والمصران، ما أدري مناعة من تهشم العظام، فيه نوع من المناعة، الإنسان لا يبتلي بالتهشم في عظامه. أما بالنسبة إلى روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الروايات تقول هو مسكن للأوجاع، كما ورد عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين في حديث قال الكمثرى يجلو القلب وبعد ويسكن أوجاع الجوف. يعني إذا واحد قال أوجاع الجوف ما خص بوجع وجعين، قال أي وجع الإنسان يحس من داخل عليه بأكل الكمثرى لأنه فيه مادة مسكنة. نعم. لهذه الأوجاع. بعد أنه يحيي القلب كما أشرنا، وبعد الكمثرى يحيي القلب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يهضم الطعام، من أصابه طخاء فليأكله، طخاء يعني نوع من ثقل الطعام، فإذا هو يهضم الطعام. فإذا يؤكل الكمثرى يؤكل بعد الأكل وقبله، ما يفرق قبل الأكل تأكل كمثرى
أو بعد الأكل تاكل من ما هو مضر. نعم. لكن حينما نقول بعد الأكل ليس مباشرة، يعني يريد يقول على الريق لا تاكل الكمثرى، إنما يعني يوجد طعام في المعدة لكن ليس مباشرة، يعني بمجرد إنسان يأكل الطعام ورأسا يباشرة بأكل الكمثرى، لا، إنما نقول أفضل أنه لا يؤكل على الريق بتعبير أحسن وأفضل. فإذا في رواية أخرى قال أبو عبد الله عليه السلام لرجل شكى إليه وجعا يجده في قلبه وغطاء عليه، فقال كل الكمثرى، لأنه مسكن لأوجاع الجوف، فإذا كل الكمثرى. هذه منافع بحسب روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما بالنسبة إلى المنافع الأمور الأخرى، يعني ما فيها هي لقضية إحياء القلب، أنه أشرنا أنه يحيي القلب، أنه نافع للوجع، وأشرنا إلى هذا المعنى. وهذه عوارض مرض القلب المعروف في قضية الوجع في القلب، وهو نافع لهذه العوارض. أحسنتم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. هل يوجد علاج سماحة الشيخ لانسداد العروق؟ يعني احنا اجينا الى امراض القلب بس انسداد العروق، يعني احسن انسداد العروق، وهذا ما كثير يعني يبتلي بانسداد في عروقه. هذا من عوارض المرض القلب، يعني المعروف كانسداد عروقه وغيرها. المهم عندما ناتي الى اهل البيت عليهم السلام بصورة عامة يذكرون بعض العلاجات لفتح السدد في البدن، ما قالوا خصوا أن هاي السدة تقع وين في عرق الإنسان، لا، بصورة عامة تفتحوا، يعني أهل البيت قدموا نوع من العلاجات نافعة لجميع السدد في البدن. نعم. من جملتها قضية سدة العروق. الآن نحن عندما نأتي إلى العلاجات يذكرون أهل البيت الباذورج. الباذورج يعني المشهور هو الريحان الجبلي. احنا عندنا ريحان بستاني، يعني الريحان يقع في البستان، وهذا معروف. نعم. الريحان في الخضروات الناس يستخدمونه كثير، وعندنا ريحان جبلي. هذا الباذورج هو من الرياحين الجبلية. نعم. يعني لكن مثل هذا الريحان اللي نعرفه، لكن أوراقه شوية أعرض، وهذا يعرفون العطاطرة، القضية معروفة عندهم، إذا الإنسان يتابع القضية يقدر يحصل الريحان الجبلي. روى الكليني عن أيوب بن نوح قال حدثني من حضر مع أبي الحسن الأول، يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال المائدة، يعني حضروا هذا الرجل، قال حدثني واحد اللي كان مع الإمام على المائدة جالسين، فدعا بالباذورج وقال إني أحب أن أستفتح به الطعام فإنه يفتح السدد. هذا الباذورج يعني الريحان الجبلي يفتح السدد، بس ما عين يا سدد، يعني بصورة مطلقة يفتح السدد في البدن. من جملة السدد سدد عروق القلب. نعم. ويشهي الطعام ويذهب بالسبل، والبعض الروايات تقول بالسل، يعني إما بالسبل سب الطرق، بس بعيدة ممكن بالسل. نعم. الأضبط بعض الروايات تقول بالسل، يعني هذا السل اللي الناس تعرف المعروف. صحيح. وما أبالي إذا أنا افتتحت به، يعني افتتح أول ما يأكل شنو هو؟ يأكل الباذورج يعني الرياحين الجبلية، ما أكلت بعده من الطعام فإني لا أخاف داء ولا غائلة، يعني هذا الطعام جدا نافع، أهل البيت كانوا يستخدمونه. من جملة الأمور التي تفتح السدد بصورة مطلقة سواء في العروق وسواء غير العروق قضية الزعتر والملح. الزعتر المعروف والملح، الآن فقد جاء فيهما إذا اجتمعا، يعني أنهما يطردان الرياح من الفؤاد، كما أشرنا الفؤاد يعني العضلات القلب. نعم. وتجي شوف رياح تصير في عضلات القلب في بعض الأحيان، رياح تصير أطراف القلب، الإنسان يحس بوجع في قلبه، يتصور عنده مشكلة بقلبه، لكن هذه رياح تصيب الإنسان تصعد من المعدة على قلب الإنسان. أفضل علاج إلها شنو هو؟ السعتر والملح، أو الزعتر والملح، إما يعبرون عليه بالسعتر وإما يقولوا له الزعتر. نعم. هذا المعروف. المهم يطردان الرياح من الفؤاد ويفتحان السدد، إذا يوجد هم سدة وأي ناحية من البدن، سدة في الدماغ، سدة في قلب الإنسان، سدة في المصران، المهم أنه يفتح السدد. ولهذا ويحرقان البلغم ويدران الماء،
جدا هو نافع لهذا المعنى. من جملة الأمور هو التين. التين وما أدراك ما التين، ظاهرا ذكرنا شيء من فوائد التين في الحلقات السابقة. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أكل التين ليلين السدد، وهو نافع للرياح، لرياح القولونج. يلين السدد يعني أكو سدة صلبة، هاي يلينها يساعد على أن شوية شوية ينفتح هذا السدد، نافع لرياح القولونج. فأكثروا منه بالنهار وكلوه بالليل ولا تكثر منه، كله بالليل ولا تكثر منه، يعني بالنهار أكل من عنده وبالليل هم أكل من عنده، لكن بالليل لا تكثر من عنده، قلل من عنده، مثلا 7. رابعا من الأمور التي نافعة لانفتاح السدد سواء في القلب سواء غير القلب، دواء الشافية، وهو دواء مركب عريض طويل. هاي دواء مركب موجود عريض طويل كثيرة ينفع للسدد، باعتبار أن المجال ماكو موجود. وهذا حتى لو أنا أذكر التركيبة، التركيبة صعبة، يعني ما يعرف واحد يجي يركبها إلا خبير بهذه القضية. معروف بدواء الشافية، اللي يحب يحصل على هذا الدواء يقدر يراجع كتاب الرسول المصطفى في طب الرسول المصطفى المجلد الثالث. نعم. المجلد الثالث يجي للفهرس ويشوف الدواء الشافية وين صاير، أو يجي إلى العلاجات العامة في المجلد الثاني لأنه من العلاجات العامة ونافع لجميع الأمراض. الدواء معروف بالدواء الشافي من أهل البيت سلام الله عليه، وهو ينفع السدد من جملة سدد القلب، عروق القلب. من جملة الأمور قضية الدهن. الدهن وما أدراك ما الدهن، وله فوائد كثيرة. جاء في الكافي أنه يلين البشرة، يعني هذا اللي يدهن على وجهه، ويزيد في الدماغ، ممكن الإنسان يقطر في خشمه يزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء. هسه حتى يسهل مجاري الماء في البدن، يعني مجاري الدم كذلك. صحيح. يسهل عليها، ويذهب القشف، ويذهب القشف يعني القذارة اللي يصير على الجلد، ويسفر اللون، يبيض البشرة. الدهن إما الزيت، ولهذا أنت عندما تجي إلى فوائد التدهين إلى ما شاء الله في رواية أهل البيت وحتى في طب الأعشاب كان قديما يؤكدون على قضية التدهين، التدهين قبل الدخول إلى الحمام يدهن البدن، لأنه فيه منافع. أولا هو زينة للإنسان، زينة للإنسان، لكن أهل البيت لا يحبون الرجل يتشبه بالنساء في هذا الجانب، ولذا يقول له بالأسبوع مرة النساء على راحتهن يدهنن، لأنه يعتبر زينة للنساء، لكن الرجل فلا. قال لا يدهن الرجل كل يوم، يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأة. نعم. يعني أكو بيهم ودائما يدهنون وكذا وكذا، مو جيد هذا عند أهل البيت. نعم. ثانيا التدهين يعالج بعض الأمراض موجودة، وثالثا أنه في قضية أنه تنشيط الدورة الدموية، ينشط الدورة الدموية، وأنه مناعة للبدن. تنشيط الدورة يعني مناعة البدن تصعد، حتى ازدياد الدم اللي قل الدم موجود ببدنه يدلك نفسه ويدهن نفسه، وهذا هو نافع للإنسان ولقضايا أمراض. أحسنتم سماحة الشيخ. طيب الله أنفاسكم، بارك الله بكم، وقتنا انتهى لهذا اليوم. الله نسأل الله بحق الحسين لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. سماحة الشيخ أحمد دريسي حسان، شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم. نعم أحبائي المشاهدين، للتذكير فقط بالإمكان زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك لخادمكم الرادود والإعلامي حسين الأميري لأي أسئلة واستفسارات عن البرنامج. نبه المشاهدين على قضية أن إدامة البحث إلى حلقة أخرى إن شاء الله، ما انتهينا من البحث إن شاء الله. إن شاء الله أيضا في الحلقة القادمة سوف يكون موضوع الحلقة القادمة في نفس السياق إن شاء الله، في أمراض القلب والعروق إن شاء الله، إذا شاء الله تعالى. ختاما تقبل تحياتي حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.